خوتي خواتاتي العزاز، غادي نهضروا على منير الرماش الله يطرق سراحه. تقبض في 2003، 2003 عطاوه 20 عام، 20 عام. وهادي 2024 شهر 5 خصو يخرج ياك، وخصو لا كلاس. هو خوتي عنده الريجي طابا في ديك الوقت، في 2003 كانت تطبق الريجي طابا والديوانه. دابا ما بقاتش الديوانه كتدير تعرض وما بقاتش الريجي. هو كانوا عطاوه مليار ونص على الريجي طابا، مليار ونص خصو يضرب فيها عامين ديال الحبس ولا يخلصها. الرماش ما بغاش يخلصها، ان الفلوس ما داولوش المحزوزين اللي مكتوب عليه. منير الرماش، منير الرماش مو كتقول اليوتيوب ولا تتبرى فيهم ما تبقاوش تهضروا على ولدها، راه غادا تذكراري بيكم. المراه مريضه ونقلال نظر كبرات مين منير الرماش، كتكذبوا عليه وكتحطوا عليه الباطل. لا هو دار الفلوس، لا هو كيدير الخير في الحبس، لا هو كذا، ما كيجيش عفو ملكي. منير الرماش ما عليه لا فردي ديال القرطاس ما كانش، التهريب ديال المخدرات ما قبطان عنده حتى كذا، كود المحزوز تربع ديال الحشيش ما قوى عنده. منير الرماش عنده الابتزاز والرهائن وتكرفص على واحد المحتسب ديالو مدير الاعمال ديالو، سرق له شي 500 مليون. ذاك المحتسب ديالو بغى يدوخو ودوخو بكثر، قبطوا الرماش والخدامه ديالو، داوه كتفوه ما شحال هو عندهم، تيعذبوه فيه واغتصبوه، فهمتيني. منير الرماش كانت عنده نفوذ في السلطه، واخا الاخر مشى دار الشكايه وكذا داروها في التحفيظ وخلاوها. فوقاش يتجبد هذاك الدوسي ديال الرماش، هادشي داروا له في 2000 وداز 3 سنين، فوقاش يتجبد، فهمتيني، فوقاش يتجبد، فهمتيني، فوقاش يتجبد داك الدوسي. حتى النهار اللي تنوض الكومبا في 2003 جات البوليس القصور، البوليس ديال القصر، ان الملك كان تما، كان في تطوان. تصنتوا لي اخوتي عافاكم، ما بقاوش يكذبوا لكم هاد الخبيثين، هاد اللي دوز الحبس عام ديال الحبس ولا نهار ديال الحبس، يجي لا واحد عطانا الرماش، لا نتوما نعيوات، لا نتوما هشيكات، ماشي رجال. لو مشينا عند الرماش عطانا ترز المامبورو، عطاني السيدي، عطاني ملايا، لا مال هاد الرماش هو المدير ديال الحبس ولا نتوما مراد، نتوما كذابه السجانة. منير الرماش اخوتي خواتاتي العزاز، فوقاش يتجبدوا داك الدوسي، وراه كان عنده نفوذ، راه كانوا داخلين معاهم حتى شي بعض شي ناس في السلطه، حتى هما كانوا كيقولوا لهم نوضوا خدموا، نوضوا هربوا الحشيش وعطيونا الفلوس. منير الرماش منير الرماش كان معارف مع كازاوا، واحد كازاوا عندهم واحد صاحبهم سكوبار في هولندا، هو اللي كيشري من عند البزنازه اللي كيدوزوا تهريب الحشيش للصبليون، ومن الصبليون تيدوزها لهولندا. واحد كازاوا، واحد سميتو هشام بالعرب، لا واحد سميتو الزياني ولاد زيان كازاوي، وواحد سميتو البيضاوي، ومراد. هاد مراد مسخوط، هاد مراد راه هو سبب الرماش في المشاكل. هاد مراد كان في الصبليون، هو واحد محسن، انا جايكم الهضره، سفروا 4000 طن واحد العصابه هي تديها الناظور مغاربه، وهاد مراد هبط للمغرب تيبيع ديك 4، تيتصرف في ديك 4000 طن من تما بدات القتيله وكذا. انا جايلكم الهضره. مشاو باش يتفاهموا، باش الرماش يبقى يدفع لهم السلعه، يبقى يتبع السلعة مراد، يبقى يجيب له السلعة، ولا يبقى يدفع على محسن، المهم تيتفاهم مع دوك كازاوا، يبقى يدفع لهم، يبقى يدفع على دوك كازاوا الرماش. لما دوك كازاوا شكون اللي خشى لهم؟ خشى لهم نيني ياك، وهشام بالعربون، والشريف بالويدان. حتى داك الشريف بالويدان راه مصيبة، راه هو كلشي، هو كان كيتخبى، وخوه محمد الخراز. مشاو المارينا 5 ايطوال، اخرين جالس لهي، اخرين هادوك
هيش بالويدانونيني وهشام بالاربون جالسين بوحديتهم، الاخرين دخلوا مع الرماش تضربوا ويسكيات، هو يشوف هشام بالاربون. شكون اللي شافو؟ شافو بوزيان ولد زيان وكازاوي. مشى عندو قال له اودي راه دفعتي لي داك النهار وريتيني الشانتيو زويون، ومصيفتي لي الحشيش للصبليون، صيفتي لي خرا باكار، هذيك راه ماشي خسايه الرجال. دابا ردي فلوسي ولا بدل لي السلعه، هذيك السلعه يديها ردالو. قالوا له اخويا هذيك الهضره ماشي هنا، تكونوا في بلاصه. قالوا له قالوا فين ما تلقاك؟ قالوا ما جيتيش عندي وكذبتي. ناض هذاك هشام العربون صرفق بوزيان، بوزيان اللي مقول الاكزن، جبدوا بومبات نادت كومبا مقوده في هذاك الوطين، كاين كروشيات الكليه الهرب تفكات. الرماش قالوا لهم داكشي اللي ضاع بحال هو مرصد، قالوا لهم المول الوطين داكشي اللي ضاع انا نخلص لك كلشي داك القصور. المهم خلينا هشام قال لصاحبه واحد خدام قال له دي سير جيب هذيك الباليزه نفكوا هذا المشكل. مشى الاخر باش الاخرين ريافه غادن نيني وبالويدان وهشام بالاربون غادن بحالهم، سبحهم واحد الكازاوي باش يمشي لواحد الطوموبيل تما ديال الرماش باش يجيب منا واحد المسائل باش قال له انت حط علينا رصدنا سيرك تقعود كذا، وهذا بقاو كيشيروا عليه ضربوه شي ضربه، هرب لهم دخل الوطيل سد عليه، من دخل الوطيل بقاو تيهرسوا لهم الطونوبيلات ديالو لهم. من خرج الكازاوي وبوزيان ومعاهم الخدامه ديالهم، وخرج الرماش، من خرجوا بقاو الاخرين مشاو، الرماش بقى واقف، لصق داك بوزيان والكازاوي ومراد تبعوا نيني وتبعوا هشام بالعربون وتبعوا شريف بالويدان، تبعوهم بالطونوبيلات تلحقوا القصر الملكي، بقاو كيتجيو بالفراده بشيو بشيو باش زعما الطونوبيل تشقلب، سقط الطونوبيل دخلت في السور وما دخلوا في الطونوبيل با كلشي دق دق، كلشي ولاو دمايات هربوا حضر القصر د الملك في تيطون، الملك راه تما في القصر. مشى واحد الكازاوي دق دق، داك الكازاوي ايموت، مشى للكلينيك ديال ريافه، مشى للكلينيك ديال ريافه خلطوا عليه نيني وهشام بالاربون وبالويدان، خلطوا عليه للكلينيك، دخلوا عليه للكلينيك بغاو يكملوا عليه يقتلوه، جبدوا الفردي الساموراي هادي ناضت تما القتله. جاو البوليس ولاو هربوا مشاو، البوليس بقاو دايرين العسه على داك الكلينيك، الرماش بقاو تيقولوا بان راه الكازاوي مات. قال الخدام سير دير راسك تزورو وجيب لي الخبر، قلق لي السوق واش مات. من مشى الخدام ديال الرماش البوليس عاقو بيه بالكاميرا صبروه، اجي انت شكون انت؟ قال لهم شريطني الرماش. اذا الرماش تا هو مع العصابه، تا هو مع التهريب، هو ديجا عليه التهريب الرماش، هي عنده نفوذ عنده كلش. وزيدون دخل فيها القصور د الملك، البوليس د الملك هما اللي داخلين، قال اللي عنده شي بلان قديم ولا عنده شي شكايه قديمه جبد. البوليس ديال المدينه ما تيبقاوش محسوبين، تيوليو بحال شاوش. دخلوا الرماش قالوا انا ما عندي بهذا الشيء والو، هادي وهادي، قالوا ما عندك والو، هو راه ديجا جايه الخبر القصور د الملك والبوليس د الملك جايه، والخبر بان داك راه موري صحيح. هما يجبدوا له واحد الشكايه قديمه من 2000 سنين، واحد السيد محتسب ديالو داير له الابتزاز واغتصبو وعذبو وشوه بيه، وما شحال وراه هنا عنده شي 3 شهور داير بهذيك الشكايه الابتزاز وكذا. طب اما الرماش ما بقاو عنده حتى 4 د الحشيش، ما بقاو عنده لا بلانات لا والو، ولكن دايرين له الشبكه د الحشيش، فهمتيني؟ إلا جبدوه ما بين الويدان والاخرين جاب دينو بالبلانات، ولا نيني جاب دينو عليها 20 عام، وما شحال ديال الريجي طابا، ان ديك الساعه كانت الريجي، ودابا هو راه سالا حبسو، بقى كيضرب الريجي دابا شي 2 عامين ديال الريجي، الا الريجي مازال مطبقه.
وهذا هو اللي المشكل ديال منير رماش. منير رماش شكون سبابه؟ واد بالويدان، هاد الشريف بالويدان هو خوه الخراز، مصيبه هاد الشريف بالويدان. الرماش باش كان خدام مع ديك المراه الحاجه، والحاجه ما بقاش وحميدو ديب تقبض، قال له بغيت نبقى نخدم راسي. قال له لاقيك مع محسن، لقى مع محسن صاحب مراد، وهاد محسن هو اللي هو ومراد مشفرن هاد العصابه المغاربه اللي في هولندا كازاوا. هاد محسن ومراد مشفرن هادوك الهولنديين اللي كيخبوا الحشيش في الصبريون في واحد الفيلا. محسن اللي جاب لهم العساس وداروا راسهم كتفوا العساس، هذيك القضيه قديمه، وداروا له شويه ديال الضرب، قالوا لهم راه ضربوني وكذا، وداو لي السلعه ودير الماسكات، داو لهم 4000 طن. ارنا الرماش مسكين هي كيجيب السلعه لهذاك محسن، هما سميت قالوا من الرماش يجيب السلعه لمحسن، ومحسن هو اللي سرق الناس السلعه هو ومراد. اذا انت الرماش راه معاهم، مهم الحسابات، عرفتي؟ محسن قتلوه وقردوه داروه في باليزا في الصبليون ورماوه. مراد هرب، علاش؟ مراد باع واحد 300 كيلو لواحد الدري والتطوان، هذيك 300 كيلو تكالات في كرندا، من تكالات في كرندا كيدوزوها في التلفازة. هذيك العصابة شافت سلعتها 300 كيلو بالتنبر ديالها، كما عرفوا كله كيدير التنبر، كاين اللي كيدير كاين كيدير التنبر ديال التفاح، كاين اللي كيدير التنبر ديال ياتاي، كاين اللي كيدير التنبر ديال كل واحد اش يعلم حشي، كاين اللي كيعلمها بالدرهم، كاين كل واحد باش يعلمها. المهم شافوا حشيشهم، تبعوا داك الدري اللي مقبوط في الحبس ب 300 كيلو، كانوا يقتلوه وسط الحبس هذيك العصابه. شكون اللي باع لك هذيك السلعه؟ قالوا لهم باعها لي مراد، ومراد هما تيعرفوا هذيك العصابه رابط هو ومحسن، فهمتيني؟ مراد بقى في المغرب مخبع، وجا تخبع في الرماش، والرماش ما في خبارو والو، غير تريق. اما الحباسه تبقاو تقول شي تولا لجوج، راه تما كاين الرماش في مكناس، عليها خرج على هاد السجانه اللي تقول نتوما لا هو كيشريو الحبس، خرجتو عليهم نتوما اللي شوهتو بهاد السجانه، شوهتو لا بيوسف طباشير لا حسن الجاوي لا بزاف، لا هو شاريين الحبس لا هو لاباس عليهم. هي بصح حبس تيقولو شاجنهم، هي هما تيكونو مطلوقة عليهم، هادي باش يخيبوها لي غارديان. هاديك الساعة نقولو في هاديك الوقت ديال 2002 ولا 2000 كانت عندهم الخلصة قليلة، كانت عندهم 30,000 ريال ولا 40,000 ريال، دابا راه هي في تيقبط 140,000 ريال، هي باش ميقبطوش الرشوة. حنا هادشي تنعرفوها السجانة، لا هو تبقاو تقولو لنا لا هو الرماش عطاني لوه الرماش عطاني السيدي، عطاني الترس ديال المامبورو، أي واحد فيكم تيقول عطاني، لا نتوما وليات، لا نتوما العيال، شكون نتوما شكون الرماش؟ واش زعما دوزكم عند الرماش؟ مولاي الرماش كان في الحبس الزاكي، ياكو، مرتو شرا هو فيلا تما، كانت الفيلا كدير 200 مليون، عطاهم 250 مليون باش يشري حدا الحبس، يقدر تكون الفلوس هذه في ذيك الوقت تقدر تبقى الموظف الو يحل، راه سيري عند الرماش راه هو غير في الصاله تما يفطر مع مرتو مع ولادو تولي تخرج من الحبس، هنا الفلوس هذه، هنا هو راه في الحبس، فهمتيني؟ نزيدكم دابا صحاب اصحاب الفلوس وصحاب الاموال تيكونوا تيخافوا عليهم، منا كتجي غيره. انا براسي كنقول دير مو داك عنده الفلوس كي داير عايش ما تنحملوش، كاينه بحال هذه بحال هادي اللي هما كانوا مضرقين. دابا هو شاف هذا هو البوست ديال لي غارديان، كاين الفصيله ما بين السجانه وما بين الموظفه، كاين فصيله، كاين البيت ديال البيرو كاين بيت حدا هاد العزله، كيجيبو شي واحد اللي عليه الانظار ومتبوع تيجيبوه تما تيحضيوه، ما تيسدوش عليه، يكون رماش ولا يكون نيني ولا يكون سكوبار ولا يكون انظار، ما تيسدوش عليه. هو التالي بغى الطعام يجي من برا، بغى المدوسه تجي من برا، وعاطينو جوج الخدامه بلانطوات يخرجوا له الحوايج يتشمشوا يصبنوا له، هما يسيقوا له بلاصتو، هما يمسحوا له الغبره، هما يفيضوا له الحليب، هما يطيبوا له البيض، هما يجمعوا عاوتاني الماعن، ولاني واكل تيكون واكل مع داك السيد، يكون رماش ولا من غير رماش، هادشي اللي كنعرفوه حنايا.
باش حنا كنرضاو. ها هو واحد سميتو الشيخ فتولة الجوج سرق لعمة الملك 3 مليار، تيديرو له في الحبسيه في كارسي 5، تا هو دايرينو في العزلة وما كيتستش عليه. هو هو تيقول لهم راه صدعوني السجناء ردوا عليهم الطبالي، واللي مريض تيشري له هو الدواء وتعطيه الكودات، باينه كيعطي الكودات على شنو كيديروا مع داك المزيان. الرماش بحالو، حتى الرماش حاجه واحده، كان الحمام الاخرين كيمشيو للحمام بالزحام مره في السيمانه، من الاربع للاربع تيتحمم مع داك الكارتي. يقدر الرماش يتحمم 3 خطرات في السيمانه وبحدو في الحمام، فهمتيني؟ هذا هو باش تقول لك حبس حبس، راه وكاك مسدود عليها، فهمتيني؟ شو هو ان ملي كيدير هادشي هذا يقدر يكون دخلوا له تمرته. ولا التوام، ولا التوام بسيف ما يسبع للسجان، راه فرح من ولا التوام، دابا راه ولادو كبروا. الرماس كان كيقول لهم شوف شكون اللي ما كيتزارش، هو ولا حميدو الديب كاع اللي لاباس عليه اللي ما كيتزارش، يقولوا قيدوه لي، تيشري له شابان صابونه غولغات ديال السنان، تيديرهم في لاتروسات وكله وسميتو، راه مقايد عند الموظف شكون اللي كيتزار شكون اللي ما كيتزارش، شكون اللي عنده والديه شكون اللي ما عندوش والديه. الرماش يقول فرق، ولكن شري الطباصل ديال ميكا اي واحد، وتا المحسنين على برا ما حباسه ما والو، الناس ما حب ما سجانا ما والو، ما عندهمش ولادهم في السجن. تقولك السجناء دايزا فيهم مقهورا محقورا، كتاب عليهم المكتاب الله يغفر لهم، تيشري لهم الطباصل دميكا، الغرار في دميكا، الصنادل دميكا باش يصليو. كتقول لهم المحسنين كيجيبو من المندوبيه، اما باش تقعد تقول لنا المندوبيه المدير تتصور مع المدير، المدير كيتصور مع المندوبيه، تقولوا الخير هذا فرقهم، ما نقطعوا لهمش الخير هذا، ولا تجي الجمعيه متفق معاكم باش تقولوا لي نتوما لا هو الرماش دار تيران، حميدو الديب دار قهوه، لا مالو هو المندوبيه، ولا هي نعطيوه يولي هو المدير وما يبقاش الساجين. والمندوبيه ما عندهاش ميزانيتها، حاجه وحده لا يدير يتبرع ولا بغى يتبرع، كيمشي عند المدير تقول له بغيت نعاون هذا الفريق، تشري التونيات، يشري البالوات مثلا، يشري الشباكي، هادي متا مع المدير يتصاور، المدير يتصاور مع المندوبيه، باش يقدر تغطي يقول لهم هذاك الحباس انا درت لكم ودرت لكم ودرت لكم، اما كان درت لكم ودرت لكم. خاصكم المغرب، خاصكم الدوله فيها السيبه، ولا احنا اللي اعترفنا بميريكان اكبر كذابه واكبر ملاطه هما السجان السابقين، مع الله وعلى دينكم صبا صبا اليوم الدين. السجناء الكذابه ثم سبب الرماشه ما نقصولوش، ثم سبب حميدو الديب ما نقصولوش، فهمتيني؟ راه شنا انزا ابراهيم ياك الطياره وهادي، وكان تيتمعن 4 سنين هو بالمينوط، انزا تيخرج بالمينوط وينعس بالمينوط، يدخل بالمينوط ويخرج بالمينوط من رجلو من يدو انزا ابراهيم. وبالتالي قتلوه فتولة الجوج، رانا تما هذيك الساعة، رانا فتولة الجوج جالس مع القرطاج بشيو بشيو بشيو. والله يهديكم السجناء السابقين، نعط الله وعليكم صبا صبا. لا واه الرماش عطاني سيتي، الرماش عطاني ترز المنبور، الرماش باز. انا والله ما رضى يعطيني الرماش، ولا لقيناهم تما فتولة الله ما ترضى، نقول لهم تا السلام. شكون يكون هو؟ تيديروا جوج جوج، جاوي حسن تيدير جوج، طباشير كيدير جوج جوج، بولوحوش تا هو جوج جوج، اللي فرقع عرقانه تا هو الصف، الرماش تا هو الصف، ما كتصفرش فرج، جوج جوج، ديسيبليني ديسيبليني، لا بيلا هي لا بيلا هي. الله يطلق سراحهم، الداخل مفقود والخارج مولود، هذي كي دار الصابون، اللي ما صبنش اليوم يصبن غدا. باي باي الوالدين، ودا حياتي صق.